حياكم الله إنما كنتم مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت مؤسسة عراق المستقبل إن الرواتب شغلت الحصة الأكبر من مصروفات الدولة لهذا العام وبنسبة بلغت 42%، تلتها الإعانة الاجتماعية بنسبة 24% وخدمة الدين 14%، وللمنح والإعانات 10%. وبيّنت المؤسسة أن 90% من مجمل مصروفات الدولة هي من دون أي إنتاجية وبدون أي عائد حقيقي للعراق، مضيفة أن 90% من مجمل المصروفات يعني أن الدولة مجرد صراف يستلم أموال النفط ويعود ليوزعها توزيعا غير عادل على أبناء الشعب العراقي. كشف نواب عن مقترح يقضي بإقرار موازنة متوسطة الأجل لثلاث سنوات، متوقعين أن تصل تخصيصات العام المقبل إلى 150 مليار دولار. وقال النواب إن المقترح ينص على أن تعد وزارة المالية موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات، تقدم مرة واحدة وتشرع وتكون السنة الأولى وجوبية، ويمكن لمجلس الوزراء تعديلها لسنتين الثالثة أو الثانية والثالثة بموافقة مجلس النواب. أكد مستشارون في التنمية الصناعية أن العراق يعاني عجزا كبيرا بالمشاريع الكبرى، محذرين من إعداد الموازنة كأولوية بحسب سعر برميل النفط، داعين إلى أن تكون ضمن برامج تخطيطية. وأضاف المستشارون أن السرقات التي تمت في عهد الحكومة السابقة، ومنها المليارين ونصف المليار دولار من أموال الضرائب، لن تؤثر على الموازنة مع وجود فائض مالي من عائدات بيع النفط. اعترضت محافظة المثنى على الخطة الزراعية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، محذرة من مغبة تقليص المساحات المزروعة في المحافظة ضمن خطة الموسم الشتوي الحالي. تقضي الخطة بتقليص المساحات الزراعية بشكل كبير جدا، أشمل حتى مناطق ضفاف الأنهار. وحددت الخطة الزراعية للموسم الشتوي الحالي مساحة 1,500,000 دنم لمحصولي الحنطة والشعير للأراضي المروية من مياه الأنهار، ومساحة 1,100,000 دنم للبساتين، و4 ملايين دنم للمروية عن طريق المياه الجوفية. سجل الناتج الصناعي الألماني نمواً في شهر أيلول على الرغم من التراجع في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والاختناقات المستمرة في التسليم. من جهة أخرى، كشف مكتب الإحصاء الاتحادي عن تراجع الإنتاج في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة وسط توقعات بأن ينزلق اقتصاد ألمانيا إلى هوة الركود العام المقبل بسبب أزمة الطاقة وارتفاع الأسعار وشح المعروض. وفي خبرنا الأخير لهذا اليوم، بدأت شركات التكنولوجيا العالمية بقرع جرس الإنذار وسط توقعات بتأرجح الاقتصاد العالمي على حافة ركود لا أحد يعلم كيف سيكون تأثيره. توقعات دفعت هذه الشركات لاتخاذ إجراءات تمكنها من مواجهة الركود المتوقع، حيث بدأت شركات مثل أبل وجوجل وأمازون بتجميد عمليات التوظيف كمرحلة أولى في انتظار انقشاع الصورة، كما اتخذت شركات أخرى نفس الخطوات، فيما أعلنت تويتر عن تسريح 50% من موظفيها. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.